برعاية الدكتور محمد حمود القدسي رئيس جامعة إقليم سبأ، وضمن أنشطة الجامعة أقام قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بالتعاون مع طلاب وطالبات القسم فعاليات اليوم المفتوح، الذي من خلاله أبرز الطلاب والطالبات قدراتهم وإبداعاتهم في اللغة الإنجليزية. طبعا هذه الفعالية نشاط طلابي ينتهزها الطالب كفرصة ليقول للعالم من هم حتى يظهروا إبداعاتهم في اللغة الإنجليزية وفي لغة أدبية قوية جدا. وألقيت في الحفل كلمات باللغة الإنجليزية تضمنت أخلاقيات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الإنسان ناجحا، وتحدثت أيضا عن أوضاع الحروب وفقدان الناس للسعادة بسبب الحروب، كما تحدثت أيضا عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني. طبعا هذا يوم مفتوح بيتكلموا عليها الطالبات عن مشاكل اليمن، بيتكلموا عن الحرب، بيتكلموا عن السعادة التي فقدت في هذه الأيام، أيضا أنهم بيتكلموا عن القضية الفلسطينية والمشاكل التي يواجهوها تحت الاحتلال الإسرائيلي. الحفل حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن أحمد الموساي وأساتذة من الجامعة وجمع غفير من الطلاب، بالإضافة إلى طلاب اللغة الإنجليزية في كليتي التربية والأداب. وتأتي مثل هذه الأنشطة الطلابية في جامعة إقليم سبأ في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة من أجل الرقي بالعملية التعليمية في الجامعة حديثة النشأة، وفي إطار إكساب الطلاب مهارات وقدرات وبأساليب مختلفة. تأتي مثل هذه الأنشطة الطلابية في جامعة إقليم سبأ في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة في تطوير العملية التعليمية في الجامعة حديثة النشأة، وفي إطار إكساب الطلاب مهارات وقدرات وبأساليب متنوعة. عدنان غيلان، قناة سهيل، من جامعة إقليم سبأ.